كيكه القهوه البارده. كيكه القهوه البارده عشان نعملها عايزين سويسرول شوكولاته جاهز طبعا، او لو عايزين تعملوه في البيت طبعا براحتكم. عايزين 4 مغلفات من الكريمه البودره، 2 علبه كريم كراميل، 2 علبه قشطه، 4 مغلفات كابوتشينو، ربع كوبايه سكر بودره، 1.5 كوب حليب، وعايزين 4 معالق كبيره من الكاكاو. كل الحاجات دي احنا هنحطها مع بعضها. اول حاجه هحط الحليب، طبعا الحليب عايز يتماسك، هنحط هي شويه تقيله شويه بس تطلع طعمها حلو قوي. حطينا الحليب، حطينا مغلفات الكريمه البودره، وهنحط معاهم الكابوتشينو، وهنحط الكريم كراميل، وهنحط كل حاجه يعني السكر البودره، هنحط 4 معالق كبيره من الكاكاو، معلقه، 2 3 4، فاضل بس القشطه. خلينا نضرب دول بس شويه كده مع بعض. على ما نخفقهم مع بعض دول هناخد السويسرول اللي عندنا وهنقطعه. طبعا السويسرول حسب قد ايه حجم البايركس عندنا او الطبق اللي هنعمل فيه. ناخد بقى الطبق بتاعنا ونبتدي نحط السويسرول، قضى ما قضاش بنحط تاني طبعا، المهم نغطي القاع بتاع البايركس بتاعنا. انا عاوز كمان واحده، يمكن اقل من واحده ولكن هنضطر ناخدها. خلاص كده تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلينا نشوف هنا حصل ايه. هناخد القشطه اللي عندنا ونحطها، وكده نبقى احنا خلصنا الخليط بتاع، بصوا السماكه السمك، شايفين؟ هنحط القشطة وآخر ضربة. طبعا دي اوعوا تأكلوا منها الأطفال، لو أكلتوا منها الأطفال للصبح سهرانين، يعني فيها 4 مغلفات قهوة، فاوعوا تنسوا وتأكلوا الأطفال منها. الا بقى لو عملتوها واستغنيتوا عن موضوع القهوه خالص، او مثلا ما تخلوش موضوع يعني ما تخلوهاش باينه قوي كده زي ما احنا عاملينها، يعني حطوا مغلف واحد بس مثلا، بس 4 مغلفات الاطفال قاعدين معاكم تاني يوم. خلاص احنا كده الخليط بتاعنا، بس شوفوا القوام وجماله ده بقى لما يبرد هيبقى حاجه كده تحفه. هناخد بقى الخليط بتاعنا ده ونحطه على السويسرول اللي عندنا. ونفرد الكلام ده كويس. وندخل بيها على التلاجة. بس كده شوية تتماسك وهنبتدي بقى نزينها. هنزينها بالكريمة المخفوقة، دسمة، هي أكلة دسمة ولكن طعمها لذيذ جدا جدا جدا. نحط كده
ممكن تكتفوا بس بالإطار، وممكن تحطوا عليها كلها زي ما انتوا عايزين. احنا نعمل ايه بقى؟ ممكن نحط كمان صف وخلاص، كمان صف بس كده وخلاص. وخلي النص، ممكن لو تحبوا تحطوا في النص مثلا شوكولاتة مبشورة، يعني شوفوا مكسرات. كاكاو زي ما انتوا عايزين. ناخد بقى احنا كده شوية كاكاو. عايزين تحطوها بقى عليها كلها، عايزين تحطوها بس على الاطراف اللي عليها الكريمة زي ما تحبوا. عندنا هنا شوية بيريز، ممكن تحطوا شوية